التوصل لاتفاق بتخفيض إنتاج النفط كان منذ بضعة أشهر فقط شبه مستحيل. خلافات عميقة بين الدول المصدرة للنفط وضعت المباحثات على شفا الانهيار مرات عدة، لينتهي هذا المسلسل ذو التأثير الدراماتيكي على الأسواق العالمية بالإعلان عن اتفاق تاريخي. أنا سعيد بالإعلان عن التوصل إلى اتفاق تاريخي. لقد أجرينا مؤتمرا صحفيا مماثلا في 30 نوفمبر الماضي، حيث وعدنا بالعمل مع دول خارج أوبيك، ومن ثم بدأنا مشاورات مكثفة معهم، الأمر الذي أدى إلى اتفاق ناجح وإيجابي. أساس هذا الاتفاق مسؤولية تقع على عاتقنا بإعادة التوازن إلى أسواق النفط الذي سيؤدي إلى نتائج إيجابية. انضمام 11 دولة من منتجي النفط المستقلين إلى الاتفاق الذي توصلت إليه دول أوبك الشهر الماضي سيؤدي إلى خفض إنتاج النفط بقدرة إجمالية تبلغ نحو 1,800,000 برميل يوميا. بحسب الاتفاق فإن الدول المنتجة للنفط خارج أوبك ستنضم إلى قرار المنظمة الذي تم التوصل إليه في 30 نوفمبر الماضي، حيث سيتم خفض الإنتاج بنحو 560,000 برميل يوميا بوتيرة متسارعة في النصف الأول من العام القادم، فيما أكدت دول أوبك اليوم التزامها بخفض إنتاجها 1,200,000 برميل يوميا، ما سيشكل إجماليا تقليصا بنحو 1,800,000 برميل. هذا الاتفاق يشكل وفق خبراء الطاقة أرضية صلبة لبناء تعاون بين الدول المصدرة للنفط من أجل إعادة التوازن والاستقرار إلى الأسواق العالمية. هذا الاتفاق يجعلنا ندرك أننا في قارب واحد، فليس من مصلحة المملكة السعودية الازدهار على حساب روسيا مثلا، فأما أن نربح كلنا معا وإلا فستخسر الأسواق جراء ذلك. نادرة هي الاتفاقيات بين أوبك ومنتجي النفط المستقلين، فآخرها كان قبل 15 عاما، لكن التفاهمات هذه المرة تبدو أشبه بالاختراق بالنظر إلى التعقيدات السياسية في الساحة الدولية. التوصل إلى الاتفاق لا يعني وفق الخبراء انتهاء أزمة الطاقة الدولية، فالخطوة التالية هي مراقبة تنفيذه، ولهذا الغرض تم تشكيل لجنة خاصة تضم 5 أعضاء، 3 من دول أوبك ودولتان من خارج المنظمة وهما روسيا وسلطنة عمان. هنك نيشانكا، RT، فيينا.